هذا المكان واحد من الحلول التي لجأت إليها السلطات الجزائرية لتوفير المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية. هنا قد يلمس المواطنون نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتموين السوق بمختلف المنتجات مع التحكم في أسعارها ومجابهة المضاربة في نفس الوقت. نحاول أن نخلق مساحة وفضاء مباشر بين المستهلك والمنتج، يعني يكون هناك بيع مباشر من المؤسسة المنتجة إلى المستهلكين، وذلك بأسعار في متناول الجميع. يحرك هذا الفضاء التجاري حلقة من المنتجين والمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم ممن أوكلت إليهم مهمة إرضاء جيب المستهلك، كعرض اللحوم بمختلف أنواعها والبقوليات والمواد الغذائية. أسواق تحولت إلى وجهة للعديد من العائلات هربا من موجة غلاء تفرضها فئة من التجار الذين يستغلون هذا النوع من المناسبات. بالنسبة للأسعار الموجودة هنا في المعرض هي يعني لا عندها فرق كبير كبير وشاسع كبير باللي هو معروض على المستوى خارج المعرض. نستحسن هذه المبادرة اللي خلات المواطن الجزائري يقدر يقتني المنتجات واسعة الاستهلاك في شهر رمضان بأسعار مناسبة. تنظيم وفتح مثل هذا النوع من الأسواق بشكل سنوي تزامنا وشهر رمضان تراهن عليه الحكومة للحد من تقلبات التموين، خاصة وأنها لجأت لضخ كميات كبيرة من المواد الواسعة الاستهلاك بعد أن تم استيرادها مؤخرا. حلقتان تسيران هذا النوع من الأسواق التي يغيب فيها الوسطاء، فهي بين العارض منتجا كان أو مصنعا وبين المستهلك مباشرة، وبذلك يتم تسقيف هامش الربح عن طريق الرقابة المفروضة من قبل السلطات. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.